السلام عليكم اصحاب قناه طورنا فلوج. اليوم جبنا لكم فيديو جديد بموضوع جديد. بزاف الاخوان كتدير فيديو من قبل كيدير تسجيل الطلاب لمرحله الانتاج كيفيه تفادي الرومسين. بالنسبه للاخوان شي بعض الخوت سالوني قالوا لي عطينا كيفاش كنستعملوا هذوك لي فيتامين لي كومبليمون كاملين يعني لا دوز ديالهم كيفاش كنستعملوهم. اليوم جينا باش نشرح لكم كل برودوي كيفاش استعمال طريقه الاستعمال ديالو كيفاش كنستعملو. حيت بزاف الناس كياخذوه كيقولوا ليه بحال الحانوت ديال ثلاث قطرات هذا الشيء ما كاينش. خليكم مع الانترو ونتلاقاو في الفيديو. بالنسبه للخوت غنجيوكم اول حاجه هو الخوت. انا بعدا راه كندوي على راسي ما كاين لا بلونسي مون طيور لا والو. العام كامل خدام معاهم ناتورال ماكله نقيه دوش نقى يعني لي الفاج نقى يكون نقي تهويه مزيانه كالسيوم غليكوز لي فيتامين لي سيديكول لي دون لي بروبيوتيك يعني كل شيء الخوت كنبقى خدام معاهم كامل. بالنسبه للخوت اول فيتامين اللي كندير انا اللي كنستعملو انا هو طوليامين فور ديال شركه شرودر طوليفات. هذا من احسن الفيتامينات اللي كنستعملو الطويرات ديالي وكنجهز بيه الطويرات ديالي اللي قلت لكم في الفيديو. طريقه استعمال الخوت كنديرو 15 ملي في ليطرو ياك هما عاطينا لكم في القرعه ولكن انا كندير 15 ملي في ليطرو وربع الطويرات. علاش؟ حيت هذا الخوت لا دوز ديال لي بيجون ماشي ديال الفراخ. هذه ديال لي بيجون فياجور حمام المتسابق يعني الخوت كنديرو 15 ملي في لتر وربع يعني 15 ملي في لتر وربع او كيلو غرام ديال الباطي. انا ما كنديرهاش في الباطي هذا كنديرو في الماكله. هذا الخوت هذا فيتامين مهم. راه في فيديو قبل عطيت المكونات ديالو وشحال فيه ديال الفيتامينات رجعوا الفيديو. ثاني حاجه الخوت الكالسيوم اللي كنخدم به انا ما كنعطيش الطيور. بزاف الناس كيقول السيسير سلها شمتها. انا الخوت كنخاف منها على قبل الطويرات ديالي كنعطي كالسيوليك من احسن الكالسيومات اللي استعمل انا الخوت. هاد الكالسيوم الخوت طريقه الاستعمال ديالو حتى هو كنعطي 12 غرام في 250 غرام ديال الباطي يعني كنعطي 250 غرام 200 كنعطي عفوا كنعطي 12 غرام 250 ديال 250 غرام ديال الباطي ولا 250 مليلتر ديال الماء يعني الخوت. هذا الخوت من احسن الكالسيومات اللي كنستعمل اللي هو بزاف وبزاف زوين. هذا الخوت ما كنديروش في الماء كنديرو مع الباطي فقط. راه شي فيديوهات راه وريتكم الطريقه ديالو راه فيه معلقه ديالو داخل 12 غرام فيها 250 غرام ديال الباطي ولا 250 ملي ديال الماء. وبالنسبه للخوت هادو يعني كالسيوم والفيتامين هادشي كامل الخوت اللي كنعطيوه باش نخليو الطويرات ديالنا. حتى هادشي كامل الخوت فين كيمشي؟ هادشي كامل كيمشي للكبد الخوت. هذا الشيء كامل ملي كنعطيو راه كيمشي لينا الطير ديريكت للكبده كيستافد منه واللي باقي كيدوز للكبده باش نخليو الطيور. راه واخا تعطيه الفيتامين بزياده راه تخرج على الطير. حنا كنبغيو نتهلاو في الطير ولكن راه في نفس الوقت راه كنخرجوا عليه. يعني اللي ما درتيش هيلثي كول اللي هو مهم في دوكول اللي هو كنقصيو به الكبده خوت تما كنعطيه لي فيتامين من موراهم ديريكت كنعطيه الخوت هيلثي كول. علاش الخوت هيلثي كول مهم؟ هذا الخوت كندير راه كيعطيوك معاه هادي كندير 10 مليم هاهي 10 مليم كنديرها في اطر وربع كذلك حتى هو كنديرها ولا كندير 10 مليم في كيلو ديال الماكله كندير كندير داك 8 مليم في كيلو ديال الباطي. يعني بالنسبه للخوت كيف ما قلنا لكم الخوت هذا 8 مليم كنديروها في اطر ديال الماء و10 مليم في كيلو ديال الماكله. وهذا الخوت راه مهم. علاش الخوت ملي كنعطيو لي فيتامين للطيور بزاف ما كنديروش هذا كلشي كيهود لهم كياخذوا
كيستافدوا ملي غيستافدوا منه شي لاخر كلشي كيتحول ليه من الكبده للخوت ملي كتحولوا كتحول لي فيتامين بزاف الكبده يعني الكبده كيوقع لها واحد لوشوك كتشوكه يعني الطير ملي كتشوكه ليه الكبده كتقلع ليه الحركه ما تبقاش هايل كيولي ما كياكلش والمناعه كطيح ليه اسهل باش تضربوا بزاف لي مالادي كالسامونيلا كوكسيديوز المهم الخوت هذا راه مهم وفيه فيتامينات وفيه بزاف حوايج خوت وثاني حاجه هذا الخوت هادشي كامل اللي قلت لكم الخوت في الفيديو على طول العام طول السنه كنخدم بهم انا الخوت باش نتفادى البلونشيمو وماكله نقيه ونقى الطيور والخضار والفواكه المهم الخوت وبالنسبه هذا اللي هو جهه التنفسيه الخوت راه مزيان ومزيان ومزيان هادي جا هضرت عليه في الفيديو اول فيديو هذا الخوت حتى هو كنديروا 3 ملي في لتر وربع 3 ملي في لتر وربع هذا الخوت باش ما يتضربش لينا الطيور جهه التنفسي وحتى هو من موراه كنديروا سيدوكول الخوت اي دواء كنعطيوه موراه سيدوكول وبالنسبه للخوت كنتمناكم تشجعونا بجيم وابوني وتابعونا الخوت وراه خليكم مع الفيديو الجاي ان شاء الله كاين واحد الجيف واي على واحد الطيور ان شاء الله كوبل ان شاء الله لا يسر الله تكون من نصيب ديال شي ديال المتابع الله يسخر لي فيها خليكم في الفيديو كنتمناكم تشجعونا بابوني ولايك خليكم في الفيديو الجاي وتسناو الجيف واي الخوت.